بالله يا سائق الأضعان خذ خبرا من الكئيب الذي أودى به الخبر بالله يا سائق الأضعان خذ خبرا من الكئيب الذي أودى به الخبر واذكر لأهل العباء من شأنه خبرا العين غالت به والشخص والأثر أضحى خيالا ولم تدرك حقيقته إن يرجع الطرف لم يلحظ له البصر يموت إن سارت الركبان مزمعة وجدا ويحييه صوت الركب إن خطروا الله يا سائق الأيس والألباب طائرة ارفق فؤادي وإلا احتاطك الشرر قال العواذل غابوا فاروي سيرتهم فقلت في القلب إن غابوا وإن حضروا يطوف قلبي بلا قلب بكعبتكم وقد يحج بمعناكم ويعتمر فلا صديقي على همي يساعدني ولا حبيبي له في حالتي نظر لو أنها فعلة الفاروق قلت له اعدل عليك سلام الله يا عمر لكنها فعل مروح بقبضته تفدى له الروح والشخص والأثر تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك شفاعة من سواك
قد حلت بأمتك.